مشاهدتك ومتابعتك لقناتي راح يحفزك لأنك توصل لجسم مثالي وصحي وطبيعي، توصل للجسم اللي فيه عضلات بطنك راح تكون مقطعة، عضلات جسمك مفصلة بما يتناسب مع قدرة جسمك لبناء هذا الشيء بشكل صحي وطبيعي. طبعاً كلياتنا طلعنا من العيد ومن أكل العيد والريلز اللي شفناها على الإنستغرام، فبهذا الفيديو راح تشوف كيف قدرت خلال 7 أيام من تنزيل نسبة الدهون تقريباً ل10%. راح أقطع تقريباً السكر لمدة 7 أيام وفرجيك كل يوم شو الأشياء اللي أكلتها وقديش عملت حركة وشو كان شعوري ورغبتي، قديش كانت قوية للسكر، قديش ارتفعت ونزلت في الفترة، هل تعذبت أو ما تعذبت خلال فترة التزام يعني بشكل تقريباً 100% يعني 100% لقطعي من السكر وتقليل الكارب. ما رح أقلل كتير، رح أكون معتدل فقط وصحي. خلينا نشوف النتيجة قبل وبعد. طبعاً بما أني عم بلش أول يوم، فباليوم عملت تقريباً سلطة، حطيت يعني هيك خضروات مع بعضها وفي قليل بعض المكسرات شوية مع كورونا وطون. تقريباً ضليت على كالوري ديفيسيت كل اليوم، تأخرت بالفئة من اليوم طبعاً بحكم الدنيا عيد. يدوب أكلت لك وجبة فيها كمية بروتين نص الصحن، النص الباقي فيه تقريباً خضار وشوية مع كورونا. بهالطريقة أنا حابب اليوم جوي حالي أو حابب حوالي 3 أيام جوي حالي مزبوط لنزل نسبة الدهون من الجسم، بس جوي حالي بطريقة صحية يعني أكل أكل صحي، بالإضافة إلى أنه أنا هلأ حابب أعمل مشوار المساء بحيث زيد عدد الخطوات. بخبركم إذا نزلت عملت مشوار أو لا، بس على الأغلب رح أنزل أعمل مشوار، وأي مشوار هون بتركيا بخليك تمشي كتير، فيعني بخليك تحرق مظبوط المشي طالما انت اكل وجبة صحية ومقلل يعني عدد السعرات بشكل عام. اليوم هو اليوم الثاني من تحدي السبعة ايام تنشيف. هلأ فت من النوم عملت كاس نسكافيه، واليوم عبالي ما بعرف رح اكل او حضل على كالوري ديفيسيت، بس اذا اكلت رح اكل شغلة كتير نظيفة بخبركم شو رح اكل. هلا بس عم بشرب كاسة نسكافيه وحاب اشتغل شوي على واجهة معمارية بخلص منها وبشوف. على الاغلب ما رح اروح على ماكفيت قريب مني، رح اروح على ماكفيت اليوم، مخطط او جاي عبالي امشي. اذا مشيت اليوم حعدي 10,000 خطوة بسهولة يعني، هذا الشيء كتير بيساعد على خسارة الوزن. ما بعرف مشتهي روح على The Wonderland، هي منطقة النوافير، مدينة فيها نوافير بالقسم الآسيوي من اسطنبول. بعد ما قررت اطلع هي الطلعة طبعا التغى الجيم بحكم اني طالع مشوار ما بعرف وين، وهو مواصلات ومشي كتير، وبالنهاية هذا هو المطلوب يعني. رح تلاحظ مجرد تطلع انت مشوار رح تشوف في الاخر نتيجة رح واكل ومانك عم تكتر بالكالوريز، ما انك عم تخربها برا مجرد مشوار هيك حوالي 3 ايام نسبة الدهون بجسمك كتير حتخرب. بصراحة وانتم عم تشوفوا النتيجة المتواضعة يعني اللي هي بفترة متواضعة فترة 4 ايام، ما بقولكم انه ما عانيت، طبعا عانيت لانه كنت بفترة كانت الوجبات عندي متداخلة بقلب بعضها، فلما قررت اني نشف صار لازم يكون في 3 وجبات، وجبة
منهم تعتبر تسلية فيها سناك وفيها حلو، اني كثير بحب الحلو، وجبة غنية بالبروتين والكارب، ووحدة ثانية كمان بروتين وكارب، بس وحدة فطور وحدة غدا، والباقي يعني محفزات يا دوب طاقة، يعني هيك يا دوب تفاحة صغيرة أو شو بيسموه انرجي درينك ممكن يكون، بس اوعى تكون انرجي درينك فيه سكر، لا، اللي بيجي فيه فيتامينات فرجيكم اياهم بمحلات سبلمنتس ممكن تجيب فقط. اللي تعلمته يعني بعد التجربة كيف اني اوعى لكل وجبة لكل لقمة عم تفوت لجسمي، طبعا اهمية السلطة اهمية كل شيء كتير جميل صراحة. والجسم اللي وصلت له صراحة كان حلم إلي لما خبصته بالرمضان وبالعيد، كنت كتير ماني مرتاح بجسم، كنت اللي حتشوفوه هلأ عم تشوفه قدامك كيف كان في دهون حوالي الخصر، هلأ كتير قلت، وبإمكاني أصلاً قللها. يعني هذا اليوم هو يوم ممكن خامس لإلي، شفت عم بعمل شاكرية، عمل شاكرية، حاولت كتير اقتصاد بالأكلة، بعدل على اذا اكلت كثير بعدل على باقي الوجبات باقي النهار بتقل طبعا يعني. فبهالشكل بتكون صار عندك فكره كيف اذا نويت بتقل الدهون عندك، لكن لو كانت لسه نسبه الدهون اكبر عندك اكيد حتقل بنفس الشكل، بس حتاخذ وقت اكثر لتوصل ل يعني 10% اذا كان عندك 30 و40 وفوق.